شكرا شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا كما الأطفال اللي راهم معنا وتفرحوا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة للتسجيل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما تسجلوا عمو يزيد راح يتصل بكم، ولكن شوية على الصبر وتكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. في بداية كل حصة نتكلموا عن على أيام دولية وعالمية مهمة في حياتنا. في هذه الفترة هذه يوم 16 أفريل كاين مناسبتين، كاين يوم عالمي ضد رق الأطفال، لا جورني انترناسيونال كونتر ليسكلافاج دي زونفون. على بالكم يا أطفال باللي كاين أماكن في العالم وين الأطفال مستعبدين، إذا نحن نتوقفوا اليوم باش نضمنوا ونقولوا لا لرق الأطفال، لا لاستعباد الأطفال، الأطفال لا يعملون ولا يستعبدون. إذا اليوم من خلالكم، من خلال حصة عمو يزيد، نمروا هذه الرسالة هذه، لا للاستعباد، لا استعباد الأطفال ولا لاستعباد الإنسان بصفة عامة، والأطفال لا يعملون. 16 أفريل، شكون يعرف المناسبة تاع 16 أفريل؟ تعالي 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 بنتي، واسمك؟ آلاء. وين تسكني آلاء؟ طالبيضة. طالبيضة، شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، واش هي مناسبة 16 أفريل؟ عيد العلم، يوم العلم. يوم العلم، برافو. يوم العلم، تفضلي بنتي، نسبة لمن؟ يوم العلم، تعالى تعال وليدي، واسمك؟ أنيس. وين تسكن أنيس؟ في العاصمة. في العاصمة، نسبة لمن؟ للأطفال. لا، ولكن نسبة لماذا نحتفل ب 16 أفريل؟ واش صرا في هذاك اليوم؟ نسبة لمن؟ كي نقولوا 16 أفريل في من تفكروا مباشرة؟ في من؟ تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ بومرداس. في بومرداس، خيار الناس. نسبة لمن؟ العالم الجزائري ابن باديس، العلامة الجزائري ابن باديس، عبد الحميد ابن باديس. برافو برافو برافو. واش صرا في هذاك اليوم؟ واش صرا العلامة عبد الحميد ابن باديس يوم 16 أفريل ذكرى واش؟ يوم؟ تعال 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 تعال، أروح وليدي أروح. واسمك؟ واسمك؟ وسيم. وسيم، وين تسكن وسيم؟ هم في لاراغو. واش صرا في هذاك اليوم؟ يوم؟ يوم عبد الحميد بن باديس، واش صرا له؟ يوم مات؟ يوم مات، يوم توفي. برافو برافو وليدي، يوم وفاة، يوم وفاة عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس هو مؤسس 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 شو اللي عرفها؟ تعالي تعالي تعالي، العلماء عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. برافو، جمعية العلماء المسلمين يا أطفال، اللي كانت عندها دور كبير في النهضة بالفكر، كان عندهم مدارس في كاع ربوع الوطن، كانوا يقريوا اللغة، الفقه، الدين، بعيد عن كل الخرافات، كانوا يحاربوا الخرافات وكامل. يا أخي أطفال، إذن هذه قبل ثورة التحرير. ومن بعد راح نطرح لكم سؤال آخر، واش رأيكم نروحوا دركا نكتشفوا شخصية من شخصية من أعمدة جمعية العلماء المسلمين؟ كنا في حصة مع عمو يزيد السنة الماضية تعرفنا عن شخصية عبد الحميد بن باديس رحمه الله، اليوم راح نتعرفوا عن عمود من أعمدة جمعية العلماء المسلمين، الطيب العقبي، مع هند. تفضلي هند، تفضلي تفضلي هند، تفضلي. عبد
الشيخ الطيب العقبي. ولد الطيب العقبي سنة 1888 بمدينة سيدي عقبة ضواحي بسكرة في سنة 1894، وكان عمره آنذاك 6 سنوات. هاجرت عائلته إلى المدينة المنورة، فحفظ القرآن الكريم وتلقى مختلف الدروس في اللغة، الفقه والتوحيد. لكن وفاة أبيه في هذه الأثناء أرغمته على مساعدة أمه في تربية إخوتهم. وفي سنة 1918، مع نهاية الحرب العالمية الأولى، استقر في مكة المكرمة وعين مديرا لجريدة القبلة، واستطاع أن يقوم بدور هام في النهضة العربية. لكن رغم هذا النشاط كله، لم يكن مطمئنا على التطورات التي كانت تعرفها البلاد العربية آنذاك، مما عجلته إلى وطنه الجزائر، إلى مدينة بسكرة سنة 1920. وفي سنة 1927 قرر إصدار جريدة عربية إصلاحية بعنوان الإصلاح، وبدأ الشيخ ينشر أفكاره الإصلاحية ويلح على ضرورة القيام بنهضة عربية خالية من إسلامية خالية من الانحرافات والشعوذة، مبنية على القرآن والسنة، مثل ما كان يدعو إليه الشيخ عبد الحميد بن باديس. هذا النشاط جعل الشيخ الطيب العقبي يتنقل بين المدن الجزائرية ويتصل بعلمائها. وفي سنة 1931 شارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعين نائبا لرئيسها. وفي سنة 1935، عندما أصدرت الجمعية جريدة البصائر، عين مديرا لها، إلا أن تخلى عن إدارتها في سنة 1937، ثم عن العضوية في المجلس الإداري بجمعية العلماء سنة 1938. بقي يساير ويواكب المحنة التي تمر بها الجزائر، وظل يساهم ويمد بأرائه ملازما نشاطه في نادي الترقي حتى وفته المنية سنة 1960. برافو 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 برافو. شكرا يا أطفال. واش رأيكم قبل الأغنية نطرح عليكم لغز اليوم؟ ما هو الشيء الذي لا يعتبر نظيفا إذا ابيض لونه؟ أعيد اللغز. ما هو الشيء الذي لا يعتبر نظيفا إذا ابيض لونه؟ كي يرجع ابيض ما يرجعش نظيف. فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا، ما هو الشيء الذي لا يعتبر نظيفا إذا بيض لونه؟ وعمو يزيد دلكم مفاجأة، أغنية نقول فيها 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك، يا ذكرى العلماء. تغنوا كامل معايا ذكرى 16 أفريل، تغنوا كامل معايا، يلا كامل. يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد.
فخري بذكراك. بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة، تحرقي الدين الظالمة وتنور في الظلام، وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام. بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة، تحرقي الدين الظالمة وتنور في الظلام، وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام. يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. يا ذكرى العلامة يا معزة بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. يا ذكرى العلامة يا معزة بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. 16 أبريل يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك. برافو 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 برافو. اذا 16 ابريل يا فرحي بلقياك، 16 ابريل يا فخري بذكراك. اذا نفتخر بهذا الذكرى يا اطفال. واش رايكم نروحوا الالعاب الخفه؟ اذا عيطوا كامل لعمو سليم اللي جانا من مدينه بجايه. تفضل عمو سليم.
عجبتكم العاب الخفاف؟ شاطرين شاطرين يا أطفال. كنا في حلقة مضت استضفنا الشاعرة طفلة كيما انتوما من مدينة غليزان. اليوم عاود جبناها ترحبوا كامل معايا بوسام، جاتنا بقصيدة جميلة. تفضلي وسام، تفضلي. تصفيقة تصفيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أطفال. اليوم لدي قصيدة شعرية بعنوان العلم كنز لا يفنى. ها قد أطل يرفل في العلا ويردد التاريخ ذكراه، به استنارت الدنا ونحن أبدا لن ننساه، هو في قلوبنا غلا ونحيا في محياه، إذا كان الجهل علة فالعلم له دواء، هو أحسن شفاء لكل داء وطريق الارتقاء، ذكر الله العظيم العلم والتعليم، هو أول آيات نزلت في القرآن الكريم، أوصى به رسولنا الأمين، إنه نعمة من الحكيم، إنا سلاحي هو قلمي، كتابي مستقبلي وأملي، إن ثقافتي وعلمي هما مجدي ونجاحي، في درب أغرس علما لتتفتح منه أزهار أحلامي، فبالعلم ننير عقولنا وبالقراءة ننمي أفكارنا، العلم تاج فوق رؤوسنا وبه يزدهر وطننا، ما تبنيه يد العلم لا يتحطم، فابنوا بيد العلم علياكم، العلم كالنجم الساطع في السماء وهو الشمس التي تنير العالم، فما أجمل من تعلم وعلم. برافو 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 بنتي، برافو وسام، برافو برافو وسام بنتي. إذن تحياتنا تحياتنا لكل سكان مدينة غليزان، هذه أمانة يا أخي بنتي. الله يبارك، بالتوفيق بالتوفيق. إذن العلم نور والجهل ظلام. إذن بالعلم ترقى الأمم يا أطفال. إذن عليكم بالمثابرة يا أخي في الدراسة باش تنجحوا يا أخي. إذن يا أطفال، عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية، حكاية جميلة، هي حكاية الطبيب هشام والجدة. يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم، عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الطبيب هشام والجدة. واحد النهار في واحد المطار كان واحد الطبيب، طبيب عالمي مشهور اسمه الطبيب هشام، كان عنده الطائرة باش ياخذها ينتظر في هذيك الطائرة، وهذيك الطائرة كانت قادمة من مدينة أخرى. كي كانت جاية هذيك الطائرة في الطريق، سمعوا في المطار بلي الطائرة هذيك ضربتها سائقة ونزلت نزول اضطراري، دوك راحت المدينة أخرى. كي راح هكذا سمع، راح للاستعلامات قال لهم الطائرة اللي باش نروح فيها وين راهي؟ قالوا الطائرة هذيك كانت جاية ولكن ضربتها السائقة ونزلت في مطار آخر وراحت تأخر 16 ساعة. دار هكذا وراح تكلم معهم، قال لهم أنا طبيب جراح معروف، قال لهم أنا يعني ننجي للآلاف، يعني من يعني أنقذ الآلاف من الناس من الموت بالجراحة نتاعي وكامل، ما نقدرش ننتظر 16 ساعة. قال لهم كل دقيقة يموتوا فيها ناس، لازم نروح للعمل تاعي. هذاك تاع الاستعلامات قالوا لها غالب ضربتها السائقة هذيك الطائرة وراهي عندها خلل ومازال ما تجيش، إذا كان حبيت روح استأجر سيارة وروح بالسيارة، ما راكش بعيد، عندك أكثر شيء 5 ساعات بالسيارة. بدأ يفكر هكذا، قال إيه مليح وقال نستأجر سيارة. راح استأجر هذيك السيارة هذيك الطبيب المشهور وقاعد يمشي في الطريق، يمشي يمشي في الطريق، ومن بعد فجأة جاء المطر غزير، المطر قاعد ينزل 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 المطر، ما قدر ورجع ما يشوف والو، كاع الرؤية راحت له. قاعد يشوف هكذا، من بعد من بعيد هكذا شاف واحد النور هكذا من واحد المنزل، توقف عند المنزل هذاك، قال انا نحبس لهنايا في هذا الليل هذا لأنه المطر غزير،
ودخل دخل من الباب هكذا، ومن بعد دق 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 خرجت له واحد العجوز. قالها يا الحجة يا العجوز، انا ضللت طريقي والمطر بزاف وكمل، اسكو نقدر نقعد عندك شويه؟ هل نقدر نبقى عندك شويه من الوقت؟ قالت له تفضل تفضل يا ابني. دخلته كان مبتل كامل بالمطر وكامل، وعطات له حاجه سخونه يشربها وكامل، وقعد هكذا يستنى في المطر يجوز باش يروح. بعد فجاه شاف واحد الطفل هكذا راقد، طفل ممدود. قال لها الحجة شكون هذا؟ قالت له هذا حفيدي. قال لها واش به؟ شافو ما يتحركش. قال لها واش به؟ قالت له هذا حفيدي عنده مرض، عنده مرض، وهذا المرض ديته لكل الاطباء، قالوا لي يقدر يشفيه طبيب واحد برك هو اللي يقدر يعالجه ويدير له جراحه، ولكن هذا الطبيب اسمه هشام، وهذا الطبيب معروف عالميا ولكنه بعيد من هنا. وقالت له انا فقيره ما نقدرش نروح لعنده، وما كانش على بالها باللي هو الطبيب هشام، ربي جابوا لعندها. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلص من حكايه تاع اليوم انه عندما تنقطع الاسباب لا يبقى اللجوء الا لخالق السماوات والارض. برافو 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 برافو. اذا يا اطفال شوفوا دعاء، دعاء الجده باش ربي يشفي لها الحفيد نتاعها بعد الصاعقه على الطائره، عطل الطائرة، المطر الغزير بالسيارة نتاعو، ربي الإله بعته سبب حتى للبيت نتاع هذيك العجوز للدعاء نتاعها وصل ربي سبحانه واستجاب ربي سبحانه للدعاء نتاعها. إذن يا أطفال دائما اللجوء إلى الله شيء مهم وهو الأصلح وهو الأرجح، دائما الإنسان يدعو الله. يا أخي يا أطفال يلا. إذن يا أطفال عجبتكم الحكاية؟ إذن قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، صدق الله العظيم. إذن يا أطفال دائما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو الأبقى. يا أخي يا أطفال الحقنا دركا الركن الرسائل، بريد عمو يزيد. بوبي شوف البريد اللي بعته لنا أصدقائنا الأطفال، وانتم يا أصدقاء إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد نتاعكم لهنا، ما عليكم إلا تروحوا الموقع الانترنت عمويزيد.com والضغط على الزرار أراء وملاحظات وترسلونا. شكرا بوبي، تصفيقة تصفيقة على بوبي. الرسالة الأولى نحب نقرأ هذه الرسائل نتاعكم. تونزا سنجاق الدين 28 سنة. أباكم يا أطفال كاين أصدقاء الحصة تاني اللي كبار شوية يحبوا الحصة، احنا تاني نحبهم ونرحبوا بهم. إذن يسكن في العاصمة، قال لك ميرسي عمو يزيد بور سيت ايميسيون. الله يخليك الله يخليك سنجاق الدين، لا شكر على واجب، احنا نحبوكم وماذا بينا دائما نعطوا لكم برنامج في المستوى. الرسالة الموالية لوني مريم 5 سنوات من الجزائر العاصمة: أنا أحب برنامجكم جدا جدا. الله يبارك. إذن مريم لوني حنا تاني نحبوك بنتي، حنا تاني نحبوك، مرحبا بك. الرسالة الموالية سيرين عماري 7 سنوات دال إبراهيم من الجزائر العاصمة: أحب أن أكون مع عمو يزيد ومع الأطفال. إذن يا سيرين عماري ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش تحضري معنا. الرسالة الموالية شارف خوجة صفاء 35 سنة مدينة باريكا ولاية باتنا، قلت لك حصتكم في غاية الروعة، جميلة ومفيدة للأطفال، جزاكم الله الخير والبركة، لكم جزيل الشكر لعمو يزيد وجميع أعضاء الحصة. حتى أنتم يا أطفال، حتى أنتم يا أطفال لكم أعضاء في الحصة. إذن صفاء شارف خوجة من مدينة باركة من باتنا، شكرا على هذه الرسالة الجميلة ونحن نعتز بهذه الرسائل هذو. آخر رسالة اليوم معند صنباوي خولة من مدينة القصابي
ولاية بشار، تحياتنا لكل سكان مدينة بشار وولاية بشار. قلت لكم إنني أحب عمو يزيد وكل الأطفال. إذن يا خولة احنا تاني نحبوك، 4 سنوات خولة احنا تاني نحبوك ونحبكم قاع يا ناس بشار. إذن بوبي احتفظنا بهذا الرسائل الجميلة هذه، تفضل. وانتم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد بالكم بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعال 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 تعال. أقعد. اسمك ولدي؟ معاد. معاد، وين تسكن معاد؟ في برج كيفان. برج الكيفان، احكي لنا النكتة تاعك معاد. واحد كان يبيع السردين، فحتى كي كان يبيع السردين ما كانش، وكي يبيع السردين يقولوا يا السردين، ما كانش يبيع، ما كانش يقول يا السردين، كان يقول يا بطاطا. نعم. ومن بعد واحد الرجل سقسات وعلاك تبيع، وعلاك تبيع في السردين، وعلاك تقول البطاطا، حتى قالوا بلي باش ما يسمعونيش القطوطة. باش القطوطة ما يسمعوش. برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال تعال، عندك نكتة جميلة؟ دوك نعيطك. تعال واسمك؟ أنيس. أنيس، وين تسكن أنيس؟ في العاصمة. في العاصمة، احكي لنا نكتة تاعك. واحد الإمام في الخطبة تاع نهار الجمعة قال لي خاف مرتو يوقف، وقفه كاع غير واحد، قال له أنت ما تخافش مرتك، قال له لا لكن اسمع اسمعي في شلور كايبي. تعالي عندك نكتة؟ تعالي تعالي، أروحي أروحي بنتي. تعالي اقعدي. واسمك؟ حنان. حنان، وين تسكني حنان؟ حوايج. رويس في صحة ولا؟ شحال في عمرك؟ 5. 5 ايام؟ 5 شهور؟ ايه. 5 سنين؟ 5 سنين. برافو بنتي برافو. احكي لي النكته تاعك. كان واحد نهار واحد سطح في الباب، لقى واحد منجل، كان قاعد المطر هنا هناك، ومن بعد الشجره طاحت، ومن بعد هو طاح في الشجره، كان هو يكتب وهو طايح. لا ايه، ومن بعد هو طاح في الشجاكة، كان واحد 3 ايام وهو طاح. 3 ايام وهو طايح. برافو 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 بنتي. اذا يا اطفال، انا جاني واحد الرسم حبيت نوريه لكم، رسم رسموه اصدقائنا في هذه الطاولات هادو. الرسم هذا او يقول عمو يزيد نحبوك. برافو برافو. عمو يزيد يحبكم 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 تاني لواحد الدرجة ما تقدروش تتصوروا. قالك عمو يزيد نحبوك، أنا تاني نحبكم يا أطفال يا أخي. فوالا، إذن الحقنا درك يا أطفال للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي لا يعتبر نظيفا إذا بيض لونه؟ تعرفوه؟ تعالي قول لهم اسمك. نريمان. نريمان، وش هو؟ الأسود. الأسود، لا 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 لا، الشيء تعرفي؟ تعرفي بنتي؟ تعالي تعالي. واسمك؟ ليليان. واسمك؟ ليليان. ليليان، وين تسكني؟ باب الزوار. باب الزوار، وش هو الجواب؟ صوف. صوف، لا 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 لا، تعال تعال ولدي اروح. واسمك؟ معاد. معاد، وش هو الجواب؟ الأرض. ال أرض. لا لا، مشي الأرض. تعالي بنتي تعالي. واسمك؟ ريهام. ريهام، وين تسكن ريهام؟ سعادة. سعادة، وش هو الجواب؟ صحن. لا لا، مشي الصحن. تعال تعال، أروح ولدي. واسمك؟ إسلام. وين تسكن إسلام؟ في بومرداس. في بومرداس، خير الناس، تروح تسلم عليهم كامل. لا، وش هو الجواب؟ لسان. اللسان، برافو برافو برافو. اللسان، اذا اللسان يرجع ابيض يعني ماهوش نظيف يا اخي. لذا لما تغسلوا اسنانكم بالفرشاه يقول لكم دائما تغسلوا اسنانكم، ومن بعد في الاخير لازم تغسلوا لسانكم، لازم تبروسيوا لسانكم يا اخي، على بالكم يا اطفال، لانه يكون بيض لما تبروسيه يرجع احمر، كي يكون بيض ما يكونش نظيف يا اخي. اذا اعطيلي الهديه تاعو الشاطر هذا، أعطيه الهدية تاعو. إذن عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة، هذه هذا الكوب تشرب فيه الحليب ولا الماء، وكذلك عمو يزيد يهدي لك
ثلاثة سيديهات اللي صدرهم عمو يزيد في سنتين بمناسبة سنتين من حصة عمو يزيد. كل سيدي فيه 22 أغنية إن شاء الله تستفاد بهم. يا أخي تفضل وليدي. هاي بالتوفيق بالتوفيق. كل حصة عندنا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد مريم. تعالي مريم 8 سنوات. تعالي مريم أروحي بنتي أروحي أروحي. حنا نغنوا لمريم عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعها. التحقوا بيا أروحوا نغنوا لها. تعالوا تعالوا أروحي بنتي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. إذا ديروا معايا العد التنازلي لمريم. 8 يلا بنتي طفي 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 الشمعة. برافو 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 بنتي، أعطيني الشهادة تاعها. إذا مريم عمو يزيد إمكريز مريم عمو يزيد يهدي لك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وأنتم كذلك يا أطفال كي تخرجوا كل واحد عنده شهادة هكذا ياخذها يحتفظ بها كذكرى، تسيبوهم كي تخرجوا. يا أخي يا أطفال، ومدام مريم بعتينا 5 قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة، راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي. مبروك عليك مبروك عليك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع